بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا متواجدين الان في ميناء خان يونس بانتظار الاخ عبد الله اونيم ابو اسماعيل، وان شاء الله راح نقدم له هديه بسيطه ان شاء الله يا رب بتنال اعجابه وبتنال اعجاب الشعب الاندونيسي. طبعا الاخ ابو اسماعيل قدم كثير شغلات للشعب الفلسطيني وللاسر المتعففه، فاحنا حابين نقدم له شيء بسيط، لو شيء بسيط مقابل الشغلات اللي قدمها للأسر. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. حياكم الله. ما شاء الله ايش هذه الهدية. طبعا اولاد اخوي حابين يقدموا هدية بسيطة للأخ عبد الله. والله مشكورين يا اخ محمد موسى. الله يسلمك. الله يسلمك. من سكان خان يونس. خان يونس صحيح. بعدين ايش هذه الهدية؟ هذا ابن جود كاتب لك عبد الله اونين فلسطين تحبك. طبعا علم فلسطين وعلم اندونيسيا. ما شاء الله. ابن امير طبعا هو المرافق الشخصي طبعا معي في المي، وهو اللي صور معي فيديو تحت الماء للاستاذ عبد الله اونين ابو اسماعيل. ما شاء الله. واتمنى اتمنى اتمنى ان شاء الله بتنال اعجابك الاستاذ ابو اسماعيل. ان شاء الله جاهزين ان شاء الله. طبعا الفيديو حنعطيه للاخوه ان شاء الله يا رب بناء الاعجاب. يا رب. انا باسم شعب اندونيسيا وشخصي عبد الله اونيم ابو اسماعيل في غزه، هذا ارطب هديه واول هديه من مواطن فلسطين في قطاع غزه من سكان خان يونس. مشكورين يا لا شكرا لك. صحيح. ما شاء الله. هذا كله الى جواز. صحيح. سبحان الله. انا بعلم اولادي هم صغار. يا الهي ما شاء الله. ما احلاها. والله مشكورين يا شباب. لا شكرا لك. هذا اخونا ما شاء الله يعني بحنيه. وكم سنه له تقريبا في جواز؟ انا 16 سنه. 16 سنه. صحيح. ما شاء الله. انا عمري 36 سنه. ما شاء الله. يعني هذا يعجبني كثير. هديه شيء بسيطه بس يعني بالنسبه انا هذا ارطب هديه. هذا فخر لنا وشرف كبير لنا انه نلتقي في الاستاذ عبد الله اونيم. طبعا الاستاذ عبد الله اونيم علم يعني علم. حياك الله. رمز حياك الله. جزاك الله. جزاك الله. الله. شكرا شكرا شباب. شكرا على واجب. ما شاء الله. هذا اسمك ايه؟ يود. هذا اسماعيل. وانت اسماعيل. هج. ما شاء الله ما شاء الله. يعني كل الاهل جواز. صحيح. من خان يونس. مظبوط. حياك الله. شكرا شباب. عندك انستا تقريبا في انستغرام. صحيح. محمود موسى انستغرام. في تيك توك. مظبوط. تيك توك كمان. صحيح. محمد موسى. صحيح. حياك الله. له تيك توك محمد موسى وان شاء الله موجود في تيك توك انا كمان. حياك الله. مشكور والله. حياك الله. انا لازم اتشكرك انك لبيت الدعوه وجيتنا. حياك الله. حياك الله. يسلمك. الله يسلمك. جزاك الله. الله يبارك فيكم. اهلا وسهلا فيكم. ذاكر اللي